معالي الوزير، تقول الوكالات أنكم خرجتم من الاجتماع بدون توصيات لتغيير الاتفاق الحالي لأوبك بلس، هل هذا صحيح؟ لا، هو الاجتماع دائما يكون هذه اجتماعات تحضيرية ومتابعة للاتفاقية. عادة هذه الاجتماع الشهرية غرضها الأساسي هو التأكد من التزام الدول، متابعة أوضاع السوق، نعطي تقارير ونعطي رؤية لوضع السوق، وعادة يتم مناقشة الوضع السوق والالتزامات وكل الجوانب اللي تؤسس لعمل جماعي في الاجتماع القادم إن شاء الله في يوم 30 وبعدين يوم 1 ديسمبر إن شاء الله. معالي الوزير، طيب تميلون للاتفاق مبدئيا على تمديد؟ في كثير تفضل. لو سمحتي لي تفضل. لو سمحتي لي بس، في كثير من الناس يخطئون انه اللجنه هذه لجنه مراقبه اسواق وليست لجنه اتخاذ قرارات، تعطي توصيات عامه على منظور عام لوضع السوق وايضا تراجع الالتزامات. طيب كيف كان تقييم هل الالتزامات معالي الوزير؟ والله في كلمة ألقيتها في الافتتاح وكانت علنية، حاولت أحصر فيها نتائج الاتفاق منذ أن بدأ إلى الآن. على فكرة، أول شيء يعني لو تسمحي لي بس أهني الأخوة والأخوات العاملين في المحطة الجديدة، محطة الشرق، وأيضا ودي أهني الشركة السعودية للأبحاث لهذه الانطلاقة أيضا، وجميع العاملين في الشركة و مجلس إدارة الشركة، وأتمنى أنها تكون محطة ناجحة كما هي الشركة السعودية في كل مناشطها. لذلك قبلت في الخروج معكم وهو استثناء، اليوم كان اجتماع عادي، ونحن نقدر هذا الاستثناء ونشكر لك المباركة معالي الوزير. مساندة المحطة وتكريم المحطة لي هو تكريم لي، وأنا رغبت أنه أكون يعني من أوائل المشاركين. نعم. والمتعاونين مع المحطة. معالي الوزير، هذه مشاعر طيبة، نشكركم. سكتيني بالسوقة وما خلتيني حتى لا معالي الوزير نشكركم، أعرف أن وقتك ضيق عشان هيك لا أريد أن أطيل عليك. أنت دائما تؤكد على موضوع الالتزام والالتزام بما يتم الاتفاق عليه، هل المملكة العربية السعودية مستعدة مستقبلا أن تعوض من حصتها عن أي تقصير في الالتزام كما كانت دأبت في السابق، أم أن هذه الأيام انتهت؟ لا، هذه عادة وانقطعت إلى الأبد. أول شيء في الكلمة المعلنة ذكرت سويت حصر لنتائج الاتفاق اللي وقع في أبريل، والحقيقة يعني نتائج مفرح ومفخرة لنا جميعا. كمية الخام اللي لم تدخل السوق نتيجة الاتفاق حوالي 1.6 بليون برميل، هذا قبل أن نضيف عليه الدول اللي تعاونت من خارج الأوبك بلس. لو أدخلنا هذا الرقم قد يصل الرقم إلى ما يقارب 1.8 بليون إلى 1.9 بليون برميل. الالتزام الكامل بما في ذلك التخفيضات التطوعية، ولا بعض الدول انخفض إنتاجها لسبب أوضاع السوق والأوضاع الاقتصادية. نعم. فتقريبا الآن الرقم الكلي اللي هو على معدل الخمس أشهر هو ستة أشهر هو حوالي 99.5%، فهذا الحقيقة رقم غير مسبوق. الاتفاقية دامت الآن لها 6 شهور، ويعول على هذا أنه إن شاء الله سنستمر في الاتفاق إلى نهايته، بل يعني المجال متاح الآن لأخذ إجراءات إضافية، وهذه أنا ذكرتها الأسبوع الماضي في مناسبة في أبوظبي وكررتها اليوم. الجو العام والتعاون القائم بما في ذلك بعض الدول، وهذا يشكرون عليه، ذكروا صراحة
انهم لم يلتزموا بالتعويض قبل ان تطلع التقارير، وابدوا رغبه واستعداد في التعاون في استمرار في التعويض وفي برنامج التعويض، وهذا يحمد لهم. معالي الوزير، حجم زيادة الثقة فيما بيننا. صحيح. معالي الوزير، يعني أوبك نفسها راجعت الطلب على النفط هبوطا ل 2021، فهل هناك يعني شبه إجماع على أن يتم التمديد؟ وهل أنتم في السعودية ميالون إذا حصل تمديد لتمديد 3 أشهر أم مدى أطول 6 أشهر؟ مهمة أي وزير بترول سعودي هو أنه لا يكون واضح فيما سيتخذ من قرار، لأنه إحنا في وضع الآن الأمور كلها تتغير بين يوم وضحاها، بين ليلة وضحاها تتغير الأمور. موضوع إيجاد الفاكسينز موضوع مهم، موضوع تنامي الاقتصاد الآن للمشاهد الآن وهو حقيقة في نمو اقتصادي في الصين، في الهند، في آسيا بشكل عام، بينما في حالة إغلاق في أوروبا وقد تزداد وقد تتناقص لا نعرف. نفس الشيء بالنسبة لأمريكا، الوضع على ما قالوا بالإنجليزي فلويد، يعني متأرجح، وبالتالي اتخاذ موقف من وضع السوق الآن هو من الناحية المهنية هو شيء غير صائب، ويخطئ من يقول أن المملكة تأخذ إجراءات قراراتها منفردة. تبقون معالي الوزير كل الاحتمالات مفتوحة؟ كل شيء مفتوح، وهذا كلام ذكرته الأسبوع اللي فات وكررته اليوم. أنا بالعكس، أنا أطالب الجميع بأن يكونوا مرنين على أن يتم التوافق على شيء، أخذا بالاعتبار كل مستجد، حتى المزيد من الخفض يعني ممكن يكون على الطاولة، حتى مزيد من الخفض. متعة السعودية دائما تجعل كل الناس واقفين أندر توز، عارفين هيدا متعة السعودية أن تجعل الناس جميعا كلهم على أصابع، متعة السعودية أن تجعل الناس كلهم على أصابع رجولهم. معروف معالي الوزير هذا شيء ذكرته في السابق وهذا اللي حاصل، بس أنا بدي أقول لك يعني حتى موضوع خفض الإنتاج أكثر من 7.7 ممكن يكون مطروح على الطاولة. كل شيء متاح، أنا ذكرت كلمة بالإنجليزي اسمها تويكينج، والتويكينج تقبل كل شيء، تقبل كل شيء. أنت لكن هو مرهون بظروف، هو مو إعلان حسن نية أو سوء نية، هو الواقع المشاهد من ممارستنا المستدامة هو أنه نعطي الحق للجميع في أنه يشارك في اتخاذ القرار. هي دول لها سيادتها ولها قدراتها، ما نتفق عليه أنه هو الأفضل لتحسين وضع السوق وفقا لقدرات وإمكانيات الدول، هذا اللي بنتفق عليه. فهو مو قرار سعودي، هو قرار جماعي تشترك فيه الدول الكبيرة، تشترك فيه الدول الكبيرة وتشترك فيه الدول الصغيرة. مرتاحون ل 40 45 دولار سعر للبرميل، هل تعتبرون بهذا النطاق سعر عادل؟ تبي تاخذ معك منك وقت طويل جدا انك تتعرفين على ما اقوله وما لا اقوله، بس انا لا يعني لي شرف المحاولة معالي الوزير، لي شرف المحاولة ولي شرف الرد على المحاولة. ما في سعر عادل بتعتقدوا هلا بهاي المرحلة؟ مرتاحون طيب لمستويات الأسعار معالي الوزير؟ لا أنا مرتاح لاستقرار الأسواق. السوق المستقر بالنسبة لي هو اللي يصل إلى مستوى ويثبت، أنه ما يكون فيه تأرجح كبير. نعم. ولا تذبذبات كبيرة. نعم. هذا أكثر يعني مدعى، يعني مدعاة للاطمئنان. نعم. أهم عند أي واحد يفكر بالطريقة السعودية في هذا المجال أيا كان الوزير، أنه الأسواق تستقر عند مستويات معينة. نعم. وإذا انتقلت إلى مستوى تبقى في هذا المستوى. سؤال أخير باختصار معالي الوزير، سؤالي الأخير. أي صانع سياسة بترولية
هو التذبذب. نعم. ما يزعج أي صانع سياسة بترولية هو التذبذب المفرط. سؤال الأخير معالي الوزير، عند أي مستويات من الإنتاج الليبي يمكن أن تطلبوا من ليبيا أن تبدأ وتساند وتشارك في عمليات خفض الإنتاج؟ لا، ليبيا وبعض الدول الأخرى زيها كانت مستثنات من الاتفاق للظروف اللي كانت تمر فيها. عندما تعود ليبيا لمستويات ما قبل أكتوبر 18 عند ذلك يكون هناك حديث. لكن ظروف ليبيا الآن استثنائية وهي لم تكن طرف في هذا الاتفاق، وعندما تعود إلى وضع الإنتاج المستقر واللي يقارب ما هو عليه كان إنتاجهم في أكتوبر 18 عند ذلك يكون لكل حادث حديث. معالي الأمير سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، شكرا على سعة صدرك وشكرا على هذه المقابلة وشكرا على كل المشاعر الطيبة اللي أبديتها تجاه الشرق. شكرا جزيلا لك، لنا لقاءات مطولة إن شاء الله.